تقدم والارتداد السريع للمنتخب العماني وحداني من مرتداته. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، جول جول للمنتخب العماني. حمود السعدي مهاجم المنتخب العماني يسجل، حمود السعدي مهاجم المنتخب العماني يسجل، والهدف الأول للمنتخب العماني. التقدم يأتي ويوسف عنبر أكيد ليس راضيا، هفوة من وسط المنتخب السعودي كانت البداية من إبراهيم غالب، والارتداد السريع يأتي، التمريرة أتت من حسين الحضري، والتسجيل يأتي من حمود السعدي، وهدف أول للمنتخب العماني. المارد العماني يتقدم بهدف على الأقل. شوط ثقيل، شوط ثقيل، لو أتى هدف ثالث للمنتخب العماني، ثالث للمنتخب العماني. عيد الفارسي يسجل، عيد الفارسي يسجل للمنتخب العماني. ثلاثة أهداف لا أصدق، لا أصدق حتى الآن ما الذي يحدث في المنتخب السعودي. شاهد الكرة الماضية وشاهد التمرير وشاهد اللمسة وشاهد التقدم ودفاع المنتخب السعودي، لا حول له ولا قوة في هذه المباراة. هدف الرابع حمود السعدي، حمود السعدي جول. النصر هنا في لقاء الديربي، وعن طريق حمود السعدي هدف اخر رائع، هدف اخر رائع. حمود يزود مجهوده في هذا اللقاء، ملعوبه يسقط، صعبه 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 على محمود اليوسف من حمود السعدي في اللقطه الماضيه، وصلت الكره من قدم اليسرى. حمود هدف رابع، كفايه في التعادل بدون اهداف. حمود الان لمسه الى حسين، لمسه الى حمود، ممكن الان، ممكن الان الخبر قد ياتي بركله جزاء الان لنادي بفار، بلمسات حاضره، لمسات سريعه، اللمسات التي كانت هي السر. بدون اهداف حمود الان لمسه الى حسين، في تشكيلة النادي ظفار العماني، كرة عكسية ملعوبة لحمود السعدي، يحاول وعرقلة واضحة، وهناك ركلة جزاء، ركلة جزاء للظفار العماني، خطأ داخل منطقة الجزاء، وحكم اللقاء محمود عبد الله يشير إلى ركلة جزاء وبطاقة صفراء للاعب يوسف النبر على ما يبدو. بطاقة المجموعة أول وثاني، كل مجموعة من المجاميع الثمانية يتأهل إلى دور الستة عشر، وهناك مباريات ذهاب وإياب للفريقين. على كل حال كل فريق يجب أن يستفاد من مباراة على أرض على أمام جماهيره، وكرة طالت على شطناوي، جول جول لظفار العماري، يسجل خليفة عايل في الدقيقة أربعة من عمر المباراة. كتقييم عطاء أفضل، كرة ملعوبة لاعب الهادي المحاربة، مقطوع الكرة بالمنتصف حمود السعدي، هجمة عكسية، محاولة الآن، وكرة خطيرة لفريق بافور، وتسديدة، جول 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 لظفار العماني، سجل اللاعب الغيني لاما كولين بالدقيقة 23 من عمر المباراة، بالدقيقة 23. شوف المحاولة والكرة اللي لعبت من حمود السعدي، السويق العماني قلب الطاولة على من كان متصدرا للمجموعة الأولى وتغلب عليه بثلاثة أهداف لاثنين،
النوفلي افتتح التسجيل للسويقي مبكرا في الدقيقة 8. ورغم أن هايل عدل النتيجة للأردنيين إلا أن وليد السعدي خطف الثاني قبل أن يعزز حمود السعدي النتيجة بالهدف الثالث للسويق. هدف عبد الهادي المحارمة الثاني لفريقه لم يحرم السويق من بلوغ الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه. الذي كنا نتحدث عن ارتقاء المباراة إلى مستوى أفضل مما كان عليه في الدقائق الماضية، يظهر حمود السعدي براسية يسعد من خلال أنصاره ويسجل أول أهداف مباراة الديربي. إذن الديربي الآن يولع، يظهر أنصار الفريق الأحمر الزعيم الآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء براسية مخادعة من جانب حمود السعدي بعد العرضية التي جاءت واستمرت في الدقائق الماضية من جانب عامر الشاطري، وفي النهاية مرت ذهبت وصلت إلى شباك عبد العزيز الركادي. معلن الزعيم بدأها الحضري وأنهاها الذي لا ينتهي عن تقديم نعم الخدمة وتقديم المتعة. حمود السعدي تسويبة مثيرة اليوم، والكرة الآن فيها محاولة للزعيم. الله، حمود السعدي يسجل الثالث، ضربة ثالثة من فوق زياد الصمد. حمود السعدي وسعادة رابعة هنا للزعيم في شوط المباراة الثاني، 1-1، راس براس.